السلام عليكم واهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد على قناتي مطبخ ايمان عاطف. النهارده ان شاء الله هقدم معاكم احلى كوكي صحي نباتي من غير بيض ومن غير منتجات البان، من غير سمنه ولا زبده ولا زيت. تعالوا مع بعض نشوف الطريقه، وكمان ما استخدمتش ولا عسل ولا سكر. معايا هنا 3 موزات يكون مستوي، اهم حاجه علشان يديني التسكيره المظبوطه، لان هو احنا هنا مش هنضيف له سكر ولا عسل. معايا 2 كوباية من الشوفان السليم، هضيف كمان عليهم رشة من الملح، و1/4 كوباية من الزبيب الاسود، و1/4 كوباية من الدارك تشوكلت شيبس. بعد كده هنضيف 1/4 كوباية من عين الجمل المجروش، ممكن تستبدلوه بالسوداني، و1/4 كوباية من بذور الشيا. هخلط كده المكونات على بعض لحد لما تتكون عجينة بالشكل اللي هتشوفوه دلوقتي. شايفين الكوكيز قد ايه سهل وبسيط، مفهوش اي حاجة صعبة وما بياخدش وقت في التحضير. ما ضفناش لا سكر ولا عسل ولا بيض ولا منتجات البان. ودلوقتي هاخد ورقة الزبدة وهفرشها في صينية، وهدهنها معلقة من الزيت بسيط كده، وهبتدي ان انا اشكل عليها وحدات الكوكيز للحجم اللي انا عايزاه. بيطلع مقرمش ولذيذ جدا. الناس اللي مش بتحب الزبيب ممكن تستبدله بالتمر الطري. بشكله بالايس سكوب او بمعلقه علشان تكون قطع الكوكيز قد بعضها عشان التسويه تكون واحده، وبدخله الفرن على حراره 180، بياخد 1/3 ساعه بيحمر، وبعد كده بفتح عليه الشوايه من فوق بياخد لون ذهبي وحلو. بيقعد بقى معاكي كذا يوم بره الثلاجه، يعني ممكن يقعد 3 ايام بره الثلاجه او يقعد اسبوع في التلاجة، مش بيجراله اي حاجة. وممكن لو عايزة تحتفظ بيه في الفريزر مفيش مشكلة، بس هو يعني الحقيقة مش هيقعد، لانه هو هيعجب الاولاد جدا فهيحبوه وهيخلصوه ان شاء الله. طلعت كمية كبيرة قوي من 2 كوباية من الشوفان، هتشوفوا دلوقتي شكله. وهنحط لكم على فكرة في صندوق الوصف كل وصفات البسكوت والكوكيز الصحي. شايفين كمية كبيرة قد ايه؟ تعالوا بقى نشوف شكله كده لما استوى، يطلع مقرمش وتحفة. وممكن في الدايت نفطر بـ2 وحدتين من دول مع فنجان القهوة او 2 كوباية الشاي بلبن. فطار مشبع وصحي وسهل وبسيط ولذيذ، كمان نباتي للناس اللي عندها حساسية من البيض وحساسية من الالبان يقدروا يعملوا الكوكيز ده. ومضفناش فيه ولا زيت ولا سمنة ولا زبدة، يعني كمان من غير دهون، خفيف جدا. اتمنى تجربوه وتبعتولي صور تطبيقاتكم على صفحتي على الفيسبوك مطبخ ايمان عاطف بنفس اسم القناة. ومتنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، وشير، واشتركوا بالقناة وفعلوا اول جرس عشان يوصلكم كل اشعاراتي الجديدة. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات جديدة قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.